اون دوموندي لي يا با دلي وراه المشكل. قولوا لي وراه المشكل، انا مسؤول. هيا نسالكم كامل، قولوا لي اين هو المشكل؟ اذا كاين واحد يتعرض، اذا كاين واحد ما حبش، اذا عندكم مشكل هذاك قولوا لي، انا ناخذ المسؤوليه نتاعي. انا مكلف بهذا الشيء، انا مكلف انايا بهذا الشيء باش نعاونكم ونتعاونوا ونسيبوا حل. كيفاش ابري سمان نجون نفس الوضع؟ العدد نتاع الاسير اللي طلبناه ما عندناش نسبه قليله. واش يعني هذا؟ قولوا لي واش يعني؟ وحنا طلبنا تكون الصحافه. لماذا الصحافه؟ الصحافه ماهوش باش تشوف باللي حقيقه حنا كلنا قطع صحي راه في تجند، ورانا نتعاونوا، ورانا نتشافوا، ورانا ممكن نرفعوا الكلام جست باش نتفاهموا برك، باش نعرفوا المواطنين يشوفونا مباشرة، يعرفوا باللي مسؤولي الصحة في ولاية الجزائر وبليدة وتيبازا وتيزي وزو مسؤولين، وعارفين باللي كاين خبر، وتناقشوا مع بعض. اليوم أنا ليلا نهارا الهاتف ما صبتش بلاصة، قالوا لي ما كاينش بلاصة، أقدم لكم الأسبوع الماضي أكثر من 100 مريض من الجزائر العاصمة قلب الوطن، وكاين مستشفيات، كاين الأساتذة، مستشفيات جامعية، مستشفيات كبرى، واللي نرحلوا في المرضى في شوية أخرى.